مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشمالية الشرقية، المنطقة الشرقية، أجزاء من منطقة الرياض وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية، كنتيجة لنشوء أحوال جوية غير مستقرة واقتراب لكتلة هوائية باردة من شمال شرق المملكة في طبقات الجو العالية تحديدا. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة ستستمر خلال هذه الليلة، لكن تتراجع شدتها خلال ساعات يوم غد بإذن الله. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور تسود أجواء صافية مع 22 درجة مئوية، وبالتالي السحور سيكون ممتاز حيث الملموسة ستكون 21 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة السرعة بشكل عام. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا غبار خفيف 34 إلى 24، عرعر 34 إلى 22، وتبوك طقس صافي 35 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 37 إلى 26، جدة 31 إلى 27، مكة المكرمة 37 إلى 26، والطائف فرصة زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام، الباحة 23 إلى 16، أبها 25 إلى 16، وجازان 34 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام تبقى الفرصة ما هي لهطول زخات خفيفة من الأمطار تكون رعدية الطابع 33 إلى 25، حفر الباطن 35 إلى 22 مع أجواء صافية، والإحساء غبار خفيف مع 38 إلى 21 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض تفرق لبعض الغيوم مع 36 إلى 22، بريدة 34 إلى 20، وحائل طقس صافي 30 إلى 17 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.